أجمل كلمة لطفل أو كبير أو شاب يمكن أن يسمعها هي كلمة الأم. هذه الأم كرمها الله بشكل لم يكرم به أحد، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأم 3 مرات ثم بالأب. لماذا أعطى الإسلام هذه المكانة للأم؟ لماذا القرآن يهتم بالأبوين بشكل عام وبخاصة الأم؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأم كثيرا، حتى إنه اعتبر أن من أفضل أنواع الجهاد أن يجاهد الإنسان بأبويه وبخاصة عند قدمي أمه؟ لماذا طاعة الأم ورضا الأم تفتح لك أبواب الرزق؟ لماذا موت الأم يشكل حد فاصل في حياتك؟ ما الذي يجعل هذه الأم لها هذه الدرجة العالية عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضا الأم مهم جدا لفتح أبواب الرزق. رضا الأم مهم جدا لمزيد من السعادة. رضا الأم مهم ليغدق الله عليك العطاء. هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي أخصصه عن الأم، حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. انظر معي أخي الحبيب قبل كل شيء إلى المكانة العالية جدا التي منحها الله للأبوين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عبادة الله أولا، ثانيا الإحسان للأبوين. ما هو السر؟ الغرب اليوم فقد هذا العطاء. الغرب اليوم يعج بكبار السن الذين يصابون بالزهايمر نتيجة عدم الرعاية من الأولاد. دول العالم الغربي وبخاصة في بريطانيا واليابان يتكلفون عشرات المليارات كل عام ينفقونها على كبار السن بسبب أن أبناءهم طردوا أباءهم. الابن يتخلى عن أبيه، يتركه لقدره. انظر معي هذا المجتمع الغربي الذي أصبح مفككا، حتى سمعنا في الأيام الأخيرة دعوات في اليابان مثلا للتخلص من كبار السن لأنهم يشكلون عبئا على الدولة. هل هذا جزاء من عمل وبنى وأنجب الأولاد وصرف على تربيتهم أن يكون مصيره هكذا؟ لذلك أيها الأحبة، نحن في الإسلام لدينا نعمة عظيمة جدا، هي نعمة بر الوالدين وبخاصة الأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن الجنة عند قدم هذه الأم المؤمنة التي تعبت في تربية ابنها، تعبت في حمله. آلام الحمل والولادة والإرضاع والتربية لا يمكن لرجل أن يتحملها، الأم تتحملها وهي سعيدة، تفعل هذا الأمر وهي سعيدة جدا، تقدم نفسها فداء لأبنائها. تصور كم من الأمهات أم مات زوجها أرامل يعني، ففرغت حياتها عشرات السنين لتربية هؤلاء الأولاد. انظر معي إلى قوة العاطفة التي منحها الله لهذه الأم. فلذلك أخي الحبيب صدقني، رضا الأم يفتح لك أبواب الرزق. وانظر إلى كثير ممن وفقهم الله للرزق الحلال والحياة الطيبة
لا أقصد كثرة المال، الرزق الحلال والمبارك الذي فيه بركة والحياة الطيبة، كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم وبخاصة الأم. هذه الأم تموت وهي على فراش الموت، لا تفكر بنفسها، تدعو لأولادها. انظر معي، مع أنها تواجه الموت، ومواجهة الموت أمر خطير، إما إلى الجنة أو إلى النار، تجد أن قلبها معلق بأولادها. هذه العاطفة العظيمة جدا تبدأ منذ اليوم الأول للحمل، على فكرة، حتى إن العلماء وجدوا أن هناك هرمون مهم جدا يتم إنتاجه في الدماغ لدى الأطفال، لدى المواليد الجدد. هذا الهرمون يتعزز، مسؤول عن نمو الدماغ والإبداع والنشاط والنظام المناعي، يتعزز وينشط ويقوم بعمله بشكل أقوى كلما كانت الأم أكثر حنانا وعاطفة. تصور أنك عندما كنت جنينا في بطن أمك، كنت تأخذ الغذاء وتأخذ الحديد وتأخذ الكلس، وتعاني كثيرا هذه الأم، قد يتساقط شيء من شعرها، قد تعاني من فقر الدم نتيجة امتصاص الحديد من قبل هذا الجنين، لأنه يتشكل يحتاج إلى كل العناصر الغذائية. على الرغم من ذلك، اسأل أي أم في العالم، مؤمنة أو ملحدة، تكون سعيدة بهذا الشيء، وتتمنى لو تقدم كل حياتها لهذا الابن. طيب، عندما كبرت أيها الإنسان وقويت واستغنيت، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، تتخلى عن هذه الأم المسكينة، تخاطبها بشكل لا يليق، تؤذيها بالكلام، تطيع زوجتك على حسابها. انظر معي أخي الحبيب إلى حديث نبوي عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، يتحدث عن سلسلة من علامات الساعة وذكر منها: إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه. يا لطيف، شيء مرعب. كم واحد اليوم يطيع زوجته على حساب أمه؟ إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه، هذه علامة ومؤشر لاقتراب الساعة. فإذا أنا أنصح كل إنسان يحب أن يتقرب من الله، يحب أن يزداد رزقه، أن يطول عمره، أن يبارك له في رزقه، وأن يكسب سمعة طيبة بين الناس ويكسب ثقة الآخرين، أن يبر أمه حتى بعد موتها من خلال الصدقة والدعاء وقراءة القرآن، وأن يترك علما نافعا ينتفع به يهبه لها بعد موتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن ينسأ له في عمره يبارك، وأن يزاد له في رزقه فليصل رحمه. وعلى رأس هؤلاء الأرحام الأم، لأنه عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. ثم أي؟ قال: أبوك. رقم 4. فصلة الرحم هي على رأس الأعمال التي تزيد الرزق وتبارك بالعمر، و يعني ينسأ له في عمره، في أثره، في رزقه، يعني يبارك له في العمر والرزق والأثر والذكر، ويكسب ثقة الناس. فكل هذا يأتي بصلة الرحم. وإذا أردنا أن نعدد أنواع صلة الرحم، نجد رقم 1 الأم، يعني هي رقم 1 بين الأرحام، ثم الأب، ثم الإخوة، الأبناء، إلى آخره، ما
علا أو نزل من الفروع والأصول. فإذا أخي الحبيب، أنت عندما تبر والدتك أمك، حقيقة أنت تفيد نفسك، أنت تنجي نفسك من عذاب النار، هذا أولا. أنت تكسب رضا الله، لأن الله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. يا أخي، رضا الأم ثمنه الجنة، ماذا تريد؟ ثمنه المغفرة، ثمنه الرزق. طيب لماذا، يعني لماذا تظلم نفسك وتحرم نفسك من هذا العطاء؟ ما الذي تستفيده؟ هذه الأم قدمت لك منذ أن كنت جنينا في بطنها، منذ أن كنت نطفة وبويضة في بطنها، تقدم لك حياتها، تقدم لك عاطفتها، تقدم لك اهتمامها ورعايتها وتسهر عليك، وحتى هذه اللحظة هي تحبك وتخاف عليك وتحنو عليك وتحب لك الخير. هي المخلوق الوحيد، أكثر من يحب لك الخير هي أمك أكيد على الإطلاق. يعني إذا صنفت ناس من حولك، من الذي يحب لك الخير؟ رقم واحد هي الأم. فلماذا تحرم نفسك من هذا الأجر؟ هي لا تريد منك شيئا، على فكرة الأم لا تطلب شيئا، هي عندما تنصحك تريد لك الخير، حتى لو كانت مخطئة. أحيانا يجب أن تتفهم ما هو سبب النصيحة. يعني كثير من الشباب يغضب من أمه عندما تقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا، يغضب ويقول لها: أنت مخطئة ولا تتدخلي في حياتي وكذا. لا، أنا أطلب منك فقط أن تغير نظرتك للأمر. كيف؟ لا تنظر للنصيحة، انظر إلى قلب أمك في هذه اللحظة، هي ماذا تريد منك؟ هل هي تكرهك لذلك تدلك على الشر؟ لا، هي تحب لك الخير حسب وجهة نظرها، وقد تكون محقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال في آية أخرى تخص النساء: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت قد يكون هناك خير كثير جدا لا تدركه في هذا الخطأ الظاهري، أنت تظن أنها مخطئة ظاهريا، ولكن حقيقة قد يكون هذا الخطأ الواضح بالنسبة لك قد يكون فيه خير في المستقبل، قد يكون سببا في صرف الشر عنك، قد يكون سببا في إبعادك عن رزق حرام وأنت لا تدري. لذلك أيها الأحبة، لا يمكن أن يكون جزاء هذه الأم هو طاعة الزوجة على حسابها، لا يمكن أن يكون جزاء هذه الأم الغضب منها أو النفور. ولا تقل لهما أف، يعني كلمة أف هكذا حرف الفاء، حرف الفاء هذا لا يجوز أن يخرج من فمك، بعض العلماء اعتبره من العقوق لأن فيه نهي إلهي، فيه مخالفة لله عز وجل. يعني أنت عندما تقول لأمك أف أو تغضب منها أو تسيء لها بكلمة، أنت تخالف أمر الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض، شبهك بطائر يحنو ويخفض جناحيه تواضعا وذلا أمام أولاده. عامل الأم وكأنها طفل صغير، احنو عليها، اعطف عليها، اهتم بها،
الغرب صنع عيدا للأم هو يوم واحد في السنة، ولكن الإسلام جعل كل يوم هو عيد للأم. أمرك كل يوم أن تهتم بأمك وأن تصلها وأن ترعاها. رضا الأم أخي الحبيب هو الذي ينقذك من المواقف الصعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة بعض الناس الذين أغلقت الصخرة عليهم الكهف ولم تنفرج إلا بأعمال محددة، منها أن أحد هؤلاء كان يرضي أبويه لدرجة أنه يخشى أن يوقظهما من أجل أن يقدم لهما اللبن، فيقف ينتظر حتى يستيقظ أحدهما من تلقاء نفسه فيقدم له اللبن، فاستجاب الله دعاءه وأزاح هذه الصخرة ببركة هذا العمل. انظر، فإذن هنا هذه الأم تستطيع أن تبرها في الدنيا فترة حياتها وبعد موتها أيضا، بالدعاء، بالصدقة، بأن تبر أو تطبق ما تحب. يعني هي كانت تحب مثلا أن تعطي الفقراء، تابع أنت مسيرتها وأعطي، لأن المؤمن أخي الحبيب بعد أن ينتقل إلى جوار ربه ويقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بعد أن تدخل هذه النفس في رحاب الله سبحانه وتعالى ينفذ لها ما تشتهي. الملائكة تقول لها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالأم إذا اشتهت أن ترى أبنائها في حالة فرح وسرور الله يحقق لها. إذا دعت لأبنائها بعد الموت تدعو لهم بالخير الله يحقق لها. الآية واضحة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم يقال لهم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا ما تطلبون. والأم يبقى قلبها على أبنائها حتى بعد الموت، سبحان الله. فلذلك أمك الآن وهي في الجنة إن شاء الله تكون بين المؤمنين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، حقيقة هي تهتم بك وتدعو لك وتتمنى لك الخير وتستبشر أن تلحق بها إلى الجنة إن شاء الله. لذلك لا، إياك أن تقوم بعمل يغضب الله سبحانه وتعالى لأن أمك ستغضب. إياك أن تسيء معاملة إنسان لأن أمك وهي في الجنة وتطلب من الله وتشتهي أن يوفقك للخير، أنت تسيء لنفسك إذا أذيت الناس أو ارتكبت معاصي. فلذلك إذا أردت أن تفرح أمك بعد انتقالها لله سبحانه وتعالى للرفيق الأعلى، أكثر من فعل الخيرات وتجنب المعاصي. هذا الأمر أخي الحبيب والله يعني هو كنز، رضا الأم هو كنز. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن يمكن أن أقول لك إن حياتك ما قبل موت الأم ليست كما بعدها، لأن الله كان يكرمك بوجودها. فإذا انتقلت إلى جوار ربها، من الذي يدعو لك؟ هي تدعو لك هناك، ولكن على الأرض أنت فقدت مصدر الحب الأول، مصدر العاطفة الأول، فقدت مصدر الدعاء بإخلاص الأول، تدعو لابنها أكثر، تتمنى له الخير أكثر من نفسها، فقدت كل هذه المصادر. لذلك أنت الآن بحاجة أن تحافظ على بر الأبوين وبخاصة الأم حتى تلقى الله أيضا، وأنت على هذه الحال وتقول يا رب أنا طبقت كلامك عندما أمرتني بالإحسان للأبوين، فقد أحسنت لوالدي
أو لأمي تحديدا حية، حيا وميتا، في حالة حياتها وفي حالة موتها. وبالتالي يعني أنا أعتبر كل إنسان لا يحرص على بر أبويه وبخاصة الأم، والله إنسان سيكون عليه هذا العمل حسرة يوم القيامة، سيكون هذا العمل حسرة لحظة الموت، لحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، سيخسر كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك سارع إلى رضا هذه الأم إذا كانت على قيد الحياة، واكسب رضاها فيما تبقى لها من عمر، عسى أن يطول عمرك ويزيد رزقك ويرفع ذكرك بين الناس، ويوم لقاء الله تكون في الجنة معها إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.